السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معنا أخوتي في هذا الفيديو الجديد. وهذا الفيديو دائما غنتكلموا على مقابلة المغرب ومصر، المقابلة المحتملة الودية اللي مرتقبة، أن الدور مركب، محمد الخامس في الدار البيضاء. كنظن مدة ما لعبنا مع مصر كأس إفريقيا كانت آخر مقابلة هذه، حوالي كنظن واحد السنة وجوج الأشهر ما لعبنا مع المنتخب المصري، ممكن لعبوا معاه. الكواليس اللي بدات كدور أن ممكن كأس إفريقيا تأجل إلى 2025، للأسف الشديد الاتحاد الإفريقي باقي في العشوائية ديالو، قال لك زعما كأس إفريقيا 2025 عاد تلغى وعاد لعبها ديال الكوت ديفوار حتى 2025، وعاد آخر يشوفوا يعملوا في 2027. للأسف كأس إفريقيا في تخبط كبير، الكاف في تخبط كبير صراحة. إذا احنا المهم نلعبوا هذه المقابلة مع مصر، مقابلة ودية، نشوفوا شنو كاين في هذه المقابلة الودية الجميلة اللي تقدر تكون بين المغرب ومصر، اللي تقدر تصبر تجيب واحد الجمهور كبير من الجمهور المغربي، جمهور كازا والرباط والنواحي وسلا وقنيطرة وتمارة وجميع المدن كنظن حدا كازا يجيو الجمهور. ممكن تعرف هذه المقابلة خمس غيابات مهمة على الجانب المنتخب الوطني المغربي بداعي الراحة، لأنها يكون كما كنعرفوا نهاية الموسم الكروي. ممكن نشوفوا غياب غالب سيس كابيتانو ديال المنتخب الوطني المغربي، عنده 32 سنه، ممكن وليد ركراك يعطيه راحه هذه المقابله هذه ديال مصر، ممكن يعطيه راحه وما يتشركش في هذه المقابله القويه مع المنتخب المصري، لان عارفين غالب سيس ما مر واحد الموسم هو مزيان بزاف في تركيا، العكس ذلك في المنتخب مر بواحد الموسم كبير وافضل موسم مر عنه في المنتخب بعد التحاقه كنظن في سنه 2012 للمنتخب الوطني المغربي او لا، كان موسم كبير صراحه الغانم سايس. هناك اشرف حكيمي اللي قلنا على سايس نقدروا على حكيمي، ماشي واحد الموسم الكبير باريس سان جيرمان، موسم عادي جدا ولكن موسم كبير صراحه في المنتخب الوطني، اللاعبين هادو خصهم الراحه خاصه سايس لانه ممكن يشوف المستقبل ديالو مع شي فرقه اخرى ما يبقاش في تركيا هناك. اما حكيمي راه باقي مستمر كان في باريس سان جيرمان باقي له كان جوج المواسم. سليم املاح لاعب بلد الوليد الاسباني بدوره ما واحد الموسم للنسيان فقط لانه بلجيكا ما كانش كيلعب، الان مشى بلد الوليد شلش بالرسميه ديالو ماشي بزاف، كان سجل شي جوج الاهداف بعد الرسميه وكيلعب تقدم هجوميا شيئا ما. خطه اخرى لمدرب بلد الوليد سليم املاح، ممكن ركراكي يستافد من هذه الخطه هذه صراحه، لان قدموا شي شويه هذاك وبدا كيسجل الاهداف، شيء جميل جدا. سليم املاح حنا كنا عادنا انا في وسط ميدان اغلبيه كيدافع ماشي كيهاجم. نمشيو للاعب اخر اللي هو عز الدين اوناحي، لاعب اولمبيك مارسي ديال فرنسا اللي بدل الاجواء هذا العام، ولكن ممكن اللي تغيبوا الاصابه فقط اوناحي. اوناحي من اللاعبين المهمين في المنتخب الوطني المغربي، واحد اللاعب مقاتل صراحه، اللاعب اللي ما كيتكاسلش بتاتا، ما كيتدخرش واحد الجهد اتجاه المنتخب الوطني، كل الجهد اللي عنده كيخرجوا صراحه. عز الدين اوناحي من اللاعبين الكبار صراحه ديال المنتخب الوطني المغربي، لاعب كبير صراحه. عز الدين اوناحي من اللاعبين الكبار صراحه ديال المنتخب المغربي. هناك يوسف النصيري لاعب اشبيليه الاسباني من اللاعبين المميزين كذلك المنتخب الوطني المغربي، لاعب مميز ممكن يغيب داعي الراحه فقط، داعي الراحه ممكن يريحوا المدرب وليد ركراكي كما قلنا ان نهايه الموسم بزاف اللاعب محتاجين انهم يريحوا شي شويه، لان نهايه الموسم ما تكون سهله بتاتا، الموسم طويل فيه كاس العالم وفيه بزاف الحاجات، وخاصه نصيري بعد انه علاني يضمن البقاء ديالو مع فريق اشبيليه في القسم الاول بعد الفوز على فريق فالنسيا.